وسلمكم مشاهدينا لفقرة جديدة من ضمن صباحنا، وهالمرة لحلب وجديد فعاليات شهيق زفير وتحت عنوان صحتكم بتهمنا، ضمن مبادرة جديدة لأطفال الداون اللي بتهدف دايما لتدخل البهجة والسرور والفرحة للأطفال وتدمجهم لهدول الفئة من الأطفال بالمجتمع وتدعمهم. وأكيد لنحكي أكثر عن الفعالية، بسعدنا أنه يكون معنا عبر اتصال هاتفي الأستاذ منتصر كيالي مؤسس مبادرة شهيق زفير. صباح الخير أستاذ. صباح الخير أستاذ. صباحك أستاذ منتصر. أستاذ منتصر، خلينا نخبر بداية عن المشاهدين عن الفعالية، هي بلشت مبارح ومستمرة ليوم الأربعاء والجمعة القادم، خبرنا تفاصيل أكثر عن الفعالية. صباح الخير من حلب، صباح الخير أخباري السورية اللي نعتز فيها نحن. بصراحة نحن بلشنا بهاشتاج اسمه صحتك تهمنا، ونحن نعرف ان هدول الاطفال هم بعالون من المفرقه، عنده مشكله بالغده الدرقيه والى اخره، فحبينا نحن نكون موجودين معهم بنشاط معين بنادي، حيكونوا موجودين هن لمده تقريبا لا يقل عن شي شهر او شهرين، لاني نحن كنا سابقا عملنا نشاط ملكات جمال، عملنا نشاط عرض ازياء، كان عندنا مشكله بهالموضوع، يعني بتعرفوا انتم وقت تكون مثلا حدث ستاي معين عرض ازياء فله دور معين، فحبينا نحن نزرع هذا الشيء بالبدايه مشان يكون لنا ثمار معينه بالمستقبل اذا الله راد. حيكون عدد الاطفال تقريبا لا يقل عن 15 20 طفل بمراكز معينه، جيم هو عباره عن جيم، تمارين استعداديه، تمارين رياضيه، تمارين تشمل مثلا التلحيف الى اخره. يسعد صباحك استاذ منتصر، خلينا نحكي طبعا عن هدف هي الفعاليه، دائما عم تقوموا بفعاليات فعلا جميله لاطفال الداون لدمجهم اكثر بالمجتمع، خلينا نحكي عن هي الفعاليه اهدافها ولايمت مستمره. هلا نحن صباح حكينا من شوي ان اهدافنا نحن هدول الاشخاص اللي هن بنحبهم كثير، هن بيزرعوا البسمه والفرح بقلبنا، عندهم مش سمنه مفرطه عنهم، فحبينا نحن نكون موجودين معهم في انديه معينه رح تكون هي لمده تقريبا لا يقل عن حدود شي شهر او شهرين بهالنادي بالذات، كان يصيروا يعني يكونوا هن يعني حافظوا على نمط معين بالوزن الى اخره، لاني مثل ما بتعرفوا انتم كلياتنا نحن نعاني من موضوع في اسمه الاكل الجاهز او الى اخره، فحبينا نحن نزرع هذا الشيء ونوعي هذا الشيء، خاصه بالذات نوعي الاهالي، لان بصراحه الاهالي هن لهم دور اكبر بموضوع هذا بالذات. مستمرين بهذا النشاط وكثير بصراحه كانوا لهم يعني دور ايجابي، مبسوطين بس عم شوفوا الصور، يعني فعلا كان شيء حلو وجميل للغايه. تمام استاذ منتصر، المبادره بلشت امبارح، خلينا نخبر المشاهدين كيف كان الاقبال، كيف كانت الاصداء وراي الناس اليوم بهي المبادره. هلا مثل ما بتعرفي امبارح بلشت ولا ما توقعت صراحه حجم الاتصالات اللي اجتني وقت ما نزلنا نحن البوست على الفيس او انستا، انا يعني الاهالي تواصلوا معي، ما بعرف تواصلوا معنا استاذ منتصر، حابين نحن اطفالنا يكونوا موجودين ب ب هالنشاط هذا بالذات، وكان فعلا كان اصداء ايجابيه كثير ورح تكون مستمره اذا الله اراد، تكون مستمره مو بس يعني بهالنشاط بالذات، في تكون انشطه كثيره. اكيد السوشيال ميديا بتساعدك على نشر هذا المعلومات، بيعطيك الدعم للقصه هي بالذات. ان شاء الله مستمرين، لاني مثل ما بتعرفي انت هدول الاشخاص عندهم استمرارية، فلازم نحن دوما نراعي القصه هي ونكون نحن جنبهم بكثير قصص، خاصه في تحديات كثيره موضوع الاكل الفاست فود الى اخره، فان شاء الله تكون قدر نحمل هذا. أكيد بدنا نتشكرك أستاذ منتصر على الجهود اللي عم تقوموا فيها أنت وكل فريق شهيق زفير، على الجهود اللي عم تقوموا فيها تجاه هدول الأطفال وهي الأمانة والرسالة اللي عم بتقدموها لهم، شكرا كثير لك وبقية نهار حلو لك أستاذ منتصر، نحن مكملين بمشوارنا. بس شكر صغير. تفضل. بس شكر صغير، الفريق الداعم معي موجود، بتشكره لأنه فعلا هو لولا هو ما كان. أكيد ونحن بنتشكر كل الفريق وبنوجه لهم تحية، شكرا لك. شكرا لك أستاذ منتصر كيالي، كنت معنا عبر اتصال هاتفي.